للمزيد إذا من النقاش حول هذا الموضوع مشاهدينا نرحب في هذه اللحظات بضيفنا في الاستوديو السيد علي صبري الخبير السياحي. صباح الخير سيد علي وأهلا بك معنا. إذا الإعلان عن إطلاق مهرجان قطر للألعاب يعد تعزيز لمفهوم السياحة العائلية الذي تستهدفه قطر للسياحة، يعني برأيك ما هي الإضافة التي يمثلها هذا المهرجان؟ أسعد الله صباحكم، صباح جميع الإخوة المشاهدين. طبعا هاي إضافة كبيرة وأحد جهود قطر للسياحة باستقطاب أفكار جديدة مبتكرة والبعد عن الأفكار النمطية العادية. طبعا هذا راح يزيد الزوار لدولة قطر، ودائما قطر للسياحة بتركز على السياحة العائلية، لأنه السياحة مفهوم السياحة العائلية موجود في دولة قطر، البنية التحتية للسياحة العائلية متوفرة، الصرف للسياحة العائلية بيكون أكبر لأنه مدة الإقامة أطول، وبالتالي كانت أفكار خلاقة وإن شاء الله بيكون فيها إضافة جديدة للسياحة في قطر. طيب سيد علي، يعني ما تبعناه خلال هذه الفترة من الإعلان عن فعاليات الصيف خاصة من خلال حملات الصيف في قطر، يعني الملاحظ كان أنه يأتي بشكل تدريجي وأيضا بشكل متتابع، كيف ترى هذه الاستراتيجية التي تتبعها قطر للسياحة في هذا الإطار؟ طبعا أكيد قطر للسياحة لها وجهة نظر في هذا الموضوع، طبعا وتكون دارسة نتائج وإيجابيات هذه الفكرة، ولكن أنا اعتقادي أنه لو يكون البرنامج يعلن عنه كامل بشكل متكامل حتى يتمكن أفراد المجتمع والمقيمين من معرفة جدول الفعاليات، وبالتالي ينسقوا أوقاتهم لحضور هذه الفعاليات والانضمام إليها بشكل أفضل. نعم. سيد علي، تنظيم المهرجانات والفعاليات يستلزم بالضرورة تعاون وثيق بين قطر للسياحة وعدد مهم أيضا من الجهات الأخرى، طبعا أهمها بطبيعة الحال وزارة الداخلية ومطار حمد، أيضا يتم بالتعاون مع الخطوط القطرية، كيف يسهم هذا التعاون في تحسين وتعزيز تجربة زوار قطر؟ طبعا السياحة بشكل عام عبارة عن مجموعة دوائر أو أجهزة بتنسق مع بعض حتى توصل لمستوى معين، مستوى راقي ومتقدم، وبالتالي أهم شيء طبعا عندنا وزارة الداخلية والمطار بصفتهم أول ما يواجه الزائر لدولة قطر. طبعا تسهيل الإجراءات من خلال وزارة الداخلية، تمديد بطاقة هيئة وحصول أكثر من 100 جنسية ممكن تدخل قطر بدون تأشيرة. مطار حمد طبعا تسهيل الإجراءات على المسافر والقادمين، الإجراءات تكون سلسة وسهلة، هاي طبعا عوامل جدا مهمة. طبعا الخطوط الجوية القطرية بالتنسيق مع قطر للسياحة بيقوم بتسويق دولة قطر في معظم دول أوروبا من خلال 12 مكتب سياحي في أوروبا وآسيا والصين. كل هذه طبعا الأجهزة بتقدم صورة متقدمة وصورة جميلة خلينا نحكي عن دولة قطر من خلال تسهيل كل أمور الزوار. نعم سيد علي، اليوم ومن خلال تعاملاتكم بالقطاع السياحي وفي مجال الحجوزات، كيف ترى يعني حجم التطور أو الزيادة على مستوى الطلب على زيارة قطر؟ طبعا منذ تنظيم قطر كأس العالم 2022 أدهشت دولة قطر العالم كامل بحسن التنظيم والبنية التحتية المتقدمة اللي موجودة. اختيار قطر عفوا الدوحة عاصمة للسياحة العربية، هاي كلها عوامل أدت إلى تعريف بالمنتج القطري السياحي والعمل على تسويق دولة قطر بشكل إيجابي. طبعا هاي العوامل كليتها أثرت على سمعة خلينا نحكي السياحية للدولة من حيث تطور البنية التحتية وإيجاد كافة المرافق. طبعا زادت وتفعيل بطاقة هيئة، أيضا زادت نسبة القادمين إلى دولة قطر حسب إحصائية قطر للسياحة ب 2023 بالربع الأول، زادت تقريبا 256% عن نفس الفترة من 2020، وبالتالي هناك زيادة كبيرة في عدد الزوار في 2023. طيب كيف تنظر
إلى الجانب المهم الذي يهم الجمهور، التنوع السعري الذي يتم تقديمه عبر المنشآت السياحية والفنادق هنا في الدولة مقارنة بالأسواق المجاورة، ومدى تنافسية هذه الأسعار وجذبها للشرائح المختلفة؟ طبعا في الفترة الأخيرة بالعشر سنين الماضية صار هناك طفرة في عدد الفنادق والشقق المفروشة، كان عندنا تقريبا 37 ألف وحدة، حاليا 120-130 ألف وحدة، وبالتالي صار عندنا جميع الكاتيجوري تبع أو فئات الفنادق ذوات الخمس نجوم أربع نجوم، هذا كليته بيساعد على توفير كافة الخيارات للزوار حسب البادجت اللي متوفرة، وبالتالي صار عندنا هلا منافسة حتى في القطاع الخاص بين الفنادق لتقديم العروض للزوار بحيث يستقطبوا أكبر عدد ممكن من خلال العروض اللي بيقدموها. نعم سيد علي صبري الخبير السياحي، شكرا جزيلا لك.